طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بيقول إن هي محتاجة إلى عدد كبير من الدعم والتأهيل. كشف الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب تطورات حالتها الصحية وطمئن جمهورها عليها. وكتب نبيل عبد المقصود على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وقال بالضبط: في معلومات كتيرة بعضها غير حقيقي بخصوص المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وبصفتي طبيبها الخاص أولا وبناء على طلبها ثانيا أود أن أطمن جمهورها الكبير إن شيرين بخير وبصحة جيدة الآن وهي تحت رعايتي الطبية الكاملة منذ أكثر من 20 يوما وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها وعافيتها مرة أخرى. لكن شيرين تحتاج لبعض من الدعم والتأهيل علشان تقدر توصل لنسبة كبيرة من الشفاء، لأن هي طبعا كل اللي عندها هي حاجة نفسية وليس عضوية. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.